هذا البرنامج بدعم من الفلسطينية للإقراض والتنمية فاتن. يعني شو بقولوا خسائر الكبار احنا نصدقهم. مرحبا مشاهدين، نحن بحلقة جديدة من الخليل ومعنا مثل بقول أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب وأنا والغريب مش عارف وين. نشوف هذا المثل وشو رأي الناس. يلا تعال. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. هلا في مثل بقول أنا وأخوي ابن عمي وأنا وابن عمي على الناس على الغريب، شو يعني؟ هذا لانه بده حد بتكاتف مع ابن عمه مع قرابته، يعني ببدي ابن عمه بعدين ابن عمه بعدين غريب كيف يعني. هلا انا هذا الاشي مش هذا بخلينا نكون دائما متشددين مع بعض و... في هيك وفي هيك، يعني اشكال الناس، في ناس بيسوي هيك في ناس هيك. شو رايك انت؟ والله حاليا حتى الاخوه اليوم تفرقت انا من عندي يعني. هلا في مثل بقول انا واخوي ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، شو يعني؟ شو يعني؟ ايش افهمنا يعني؟ يا الله هيك تفهم بالامثال. بفهم الاستجابة. طيب ايش معنى هذا المثل؟ شو بتتعلم منه انت؟ انا المشكلة يعني صارت العالم متشتتة، وين ايام الواحد لما كان يبقى هو واخوه تلاقيهم يعني يقول لك اخ مثل يقولوا زي الامثال اللي بتمرق، يعني اي مثل اهو كلمة وخلص. خلص كلمة بتمرق. انا واخوي على ابن عمي. وانا وابن عمي انا وابن عمي على الغريب. هذا ابن عمك؟ هذا ابن عمي. تعال يا ابن عمي. مش كده أصابك واحد؟ يعني المثل صحيح ولا خاطئ؟ صحيح المثل، مزبوط المثل صحيح. صحيح نعم. حتى في مثل بيكون أنا وأخوي على الغريب. أنا وأخوي ابن عمي. آها وأنا أنا والغريب. اللي هيش مأثر شكله. لا صحيح. طيب وأنا وابن عمي على الغريب. على الغريب. هيو الغريب يعني. هل أنت وأخوك اتكتلتوا مع ابن عمك هذا؟ يعني تعال لا سمح الله. آه جه طلع لك تجي حلفتك بجهة الله، بس يشوفوك تعال. ابن عمي بوقف معي. طب ما انت وقفت عليه مع اخوك عادي، شو المشكلة؟ ما هي معروفة. يعني انا واخي بنخلص مع بعض، فاهم علي؟ وانا واخي على الغريب يعني بنوقف انا عمك على الغريب وانا وابن عمي على الغريب، بنوقف انا وياه مع بعض ضد الغريب. وهلا انت متصل فيه، اسمع انا في معي مشكله مع ناس غريبين. تعال معي اهجم. هلا هو شو بده يكون؟ هو اهبل هو؟ هات نساله. معناته مش راح يجي معي. لا ما بيجيش. هيو بيجي بحال اذا وقف تصور جنبي. يعني صعب شيء يفرق بيناتهم. ماشي. هلا المثل هذا صحيح؟ المثل هذا صحيح ولا غلط؟ لا صحيح بالضبط زي ما قال لك. الدم بصير شمي. الدم بصير شمي. طب ما هو كمان كلنا اخوان بالضبط. يعني مين الغريب؟ مين هو الغريب؟ الغريب الشيطان. هي قال بعلمنا انه يعني احنا تكاتف. ايوه انا ومع اخي مع بعض دايما، اخوه مع بعض، اولاد العم مع بعض. طب والناس شو بني؟ انت بتسوي هيك عطول يعني بتستناش ولا دقيقه؟ مو في ناس بيقول لك انا بوقف على الصح، واصلا هو بنفسه غلط. هو شكليته ونفسيته غلط، بقول لك بوقف على الصح. نعم انا بقول لك لو بتوقف بوقف على الصح لو ابوي. وهو فيش محبه زي قبل، الناس عمالها بتنتشر، كانت مضبضبه البلده القديمه، الناس كانوا قرب لبعض اكثر. الحديث اول عن موروث الثقافي، هذا موروث ثقافي رائع جدا، والاعتناء به والتمسك به رائع جدا، وله دلالات وله معاني. ما هو عمر الدم ما بصير مي. عمر الدم ما بصير مي. طب هلا ايش بعلمنا المثل؟ بعلمنا نكون احنا متفككين ولا لا مترابطين؟ مترابطين عيال لحالها بس على الكل. هذا نوع من الجاهلية. إذا كان هو ظالم بقول له تعال أنت ظالم وارجع عن ظلمك. نعم. وإذا هو مظلوم بوقف معاه حتى أنصره للصح. في أمثلة بتعطي في نمط كتير كويس، وفي أمثلة بتجيب بالشغلات الغلط. هو من الفاسد فاسد. من الفاسد. لأنه إنما المؤمنون إخوة. إخوة.
خلص. أول شيء هذا مثل شعبي، والمثل الشعبي بيجي عن ما بيجي مثل إلا كان إيش حدث صار، عرفت كيف؟ نعم. فلا كل أمثال كانت حدث سابقة. اللي بدي يسمح لابن عمه يطاول على الغريب أو يطاول على العائلات التانية، أصبح النسب اليوم تشبكنا كنا في هالبلد بين الخال وابن العم. نعم. وأي مشكلة بتحصل يعني مش أنه خلص إذا صارت مشكلة وقال لك أخوك يلا بدك تتروى وبدك تستمع يعني. إذا أنا ابن عمي غلطان، إذا كان غلطان أنا والغريب بجي علي صحيح، يعني أنت برده عن غلطه بس أنت مع الصح يعني. أي نعم. نفسي واحد يحكي لي أنا مع الغلط. إحنا كلنا أولاد عم أساساً. كلنا من آدم وحواء يا زلمة. مش معصب أنت. أنا مش معصب أنت. كل ليش عم تشيط مع الغلط؟ ما هو الغلط هو بيتعالج بغلط. في شبكة، الشبكة اليوم بتبدع الأمثال هذه. مين الشبكة؟ الشبكة اللي هي العائلية. النسوان شبكة. طبعاً شبكة النسوان وحدت. إن شاء الله بتصير كلها يد واحدة، بتصير كلها إن شاء الله يا ربي، منلاقي الأحسن لقدام إن شاء الله. أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي الغريب. طبعاً خلصنا حلقتنا اليوم للخليل، طبعاً أهل الخليل أنهف وأحسن ناس. نشوفكم حلقة جديدة ورايحين على رام الله. شوف 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 باي. I don't know.